كفاءات طبية تونسية شرفت راية تونس في باريس. كانت لهم الفرصة اليوم للقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال اليوم الثاني للزيارة الرسمية التي يؤديها إلى فرنسا، ودار الحديث حول أبرز مشاغلهم وكيفية تعزيز المنظومة الصحية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في ظل انتشار فيروس كورونا. هذا صار معناتها ما يصير كان بعد ان بارتاج ديكسبيريونس ان بارتاج دو فيكو. حابين اليوم نكونوا لو بلو معناتها الشفافية اللازمة باش نعطيو التجربة نتاعنا في مجال الغوشيرش اي ديفلوبمون، في مجال الاندستري فارماسيوتيك، في تطوير السيرفيس في السبيطارات في لي ديسبونسير. واعتبر رئيس الحكومة أن وجود هذه الكفاءة في باريس يترجم نجاح المنظومة التربوية التونسية باعتبار أنهم درسوا في تونس وكانوا سفراء لها في فرنسا وفي بقية دول العالم. النجاح عبرت عنه هذه الكفاءات بأنه رسالة إلى كل الشباب التونسي من أجل العمل وإثبات الجدارة والفخر بالانتماء لتونس. كان السجاء كيفاش نجموا بالكفاءات فهم نجموا نعاونوا تونس في السنة القابلة، وكيفاش نجموا نتلموا ونخدموا مع بعضنا باش نحققوا الأوبجيكتيف بتاع الحكومة هذايا التوا دون لي ميديا دون لي موا كي فيان مي اوسي دون لي زاني افنيغ. خاطر فما برشا دي شونسيي نجمو نخدمو فيهم، عنا برشا توانسة احنا يخدمو معنا هوني، وعنا برشا توانسة يخدمو معنا في تونس، خاطر الشركات هذوما الكل عندهم زادة دي سوكرسال وامبلونتي وخدمو في توانسة في تونس، واحنا الأوبجيكتيف نتاعنا الكل أن تونك توانسة، سيكون نعاونو بلادنا نعاونوها أتخافيغ لو لوفي نتاعنا اللي هو لو لوفي ايكونوميك. ومن المنتظر أن يشرف رئيس الحكومة على افتتاح جناح باسم الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة في دار تونس.